مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار النظام في إيران، استخدام الحرس الثوري لقمع التظاهرات والعقوبات الأمريكية عليه، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وتحياتي للسادة المشاهدين. حياكم الله. عقب إعلان خامنئي العفو والإفراج عن عدد من الكبير من المتظاهرين، مصادر تقول أن هناك شرط للقضاء الإيراني يؤكد توقيع المعتقلين على وثيقة ندم، شرط الإفراج عن المعتقلين. نعم، دون ذرة شك النظام الإيراني يمارس هذه الضغوط على المتظاهرين وعلى المحتجين منذ عقود، وهذا جزء بسيط من التعذيب والإجرام وتضييق على المواطنين التي تمارسه إيران، لكنه بحد ذاته أن النظام الإيراني، وهذا لأول مرة يحصل بهذا الكم الكبير، عشرات الآلاف يتم الإفراج عنهم بأمر من خامنئي، يظهر أن النظام الإيراني يرى بأنه تجاوز ذروة الأزمة، أزمة الاحتجاجات، ومحاولات المتظاهرين للعودة إلى الشارع بسبب القبضة الأمنية الحديدية الذي يفرضها النظام الإيراني على المدن الرئيسية يبدو لم تعد متاحة في الظرف الحالي، لكنه بشكل عام النظام الإيراني يتخوف من عودة الاحتجاجات، وهذه الخطوة خطوة خامنئي، وهي خطوة كبيرة ومهمة. نعم. وقد تعتبر الأول من نوعها أساسا بهذا الكم الكبير من الإصدار العفو العام على من تظاهر ضد النظام، في نهاية المطاف يعتبر مؤشر إيجابي، ورغم أنهم مؤشر إيجابي في أي اتجاه؟ مؤشر إيجابي باتجاه أن النظام الإيراني يرى بأنه يجب عليه أن يتنازل للمواطن. نعم. وهذا لأول مرة تحصل في إيران. النظام الإيراني أساساً لا يعترف بأي احتجاجات، ودوماً ما يربطها بالأمن القومي والتجسس والعمالة للأجانب، وهذه الاتهامات عادةً لا يشملها العفو، ومن جانب أعلى شخص في السلطة الإيرانية، أي نعم. خامنئي، وهذا العفو هو يؤكد على أن النظام الإيراني يريد أن يقول بأنه يعترف بجوانب من المطالب التي طرحت. نعم. ويريد، يعني هكذا يمكن أن نفسرها وتفهم. نعم. طيب، هنا أيضا يعني هل ممكن أن تعطي أو يعطي قرار العفو مقابل وثيقة الندم زخم للثورة، أو ممكن أن يمتص زخم المتظاهرين؟ يعني حتى اللحظة ما نشهده بالشوارع والتصاوير والفيديوهات التي تصل من الداخل، هو ساعد على تخفيف الضغط على النظام الإيراني. هذا ما يفهم من زخم الاحتجاجات، لكنه في نهاية المطاف سوء إدارة البلاد. نعم. واستياء المواطن من تدهور الوضع المعيشي وتضييق الخناق على يعني الجانب الاقتصادي على المواطن، بالتأكيد هذه الاحتجاجات ستعود، ولو إن كانت بحجة أخرى أو بسبب آخر، ستعود ونشهد المزيد من الاحتجاجات. يعني هناك احتقان مستمر وهناك ذرائع يمكن يستخدمها المتظاهرون للخروج. طيب، هنا الحرس الثوري يستخدم كاميرات مراقبة للتظاهرات وتحديد هوية المتظاهرين. اليوم الصين تساعد النظام في معرفة أو يعني اكتشاف هذه الوجوه. ألا يعد مشاركة الصين فيما بات يعرف بما يصنف بمنظمات حقوقية هي تساعد أو تخرق اتفاقيات حقوق الإنسان من خلال هذه المساعدة؟ لا ذرة شك، النظام الصيني هو الداعم الأكبر للنظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود أو عقدين في أدنى تقدير. نعم. ويزود النظام الإيراني والحرس الثوري بشكل خاص، الصين تزود الحرس الثوري بتقنيات حساسة، تزود المسؤولين الإيرانيين بتقنيات حساسة، منها مثلا رادارات ثلاثية الأبعاد، كاميرات إيران لم تراها ولم تعلم عن وجودها حتى، كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحديد حتى تصرفات المواطنين، وليس تحديد الهوية فقط. يعني هذه الكاميرات تفسر للجانب الأمني بأن تصرفات كذا مواطن ستؤدي إلى ماذا، يعني هكذا كاميرات تحليلية وليست فقط تحديد هوية. الصين هي الداعم الأكبر للحرس الثوري والجانب المتشدد في النظام الإيراني، والآن نرى، يعني إن نريد نربط النقاط، الصين قبل أسبوعين وقعت معاهدة أمنية مع حركة طالبان الإرهابية. يعني لا أحد في العالم يوقع مع حركة إرهابية معاهدة تعاون أمني، الصين تفعل ذلك.
يعني الصين لا يهمها هذه الاعتبارات أن حركة إرهابية أو غير إرهابية. ولكن اليوم العلاقة بين الصين وأمريكا لا زالت متوترة وهناك مشاكل مستمرة بينهم، هل ترى أن العقوبات التي فرضتها أمريكا على الشركات الصينية التي تقدم هذه الكاميرات إلى النظام الإيراني بالتحديد، هل ترى أن هذه العقوبات كافية وممكن أن تكون رادعة للنظام الصيني أو الشركات الصينية؟ الحقيقة أنا لا أرى أن ذلك سيردع النظام الصيني، لأن لديها الصين استراتيجية واضحة ألا وهي ما تسميه إيران محور المقاومة يخدم مصالح الصين لربط أسواق الصين بأوروبا. والصين تراهن على هذا الممر الجيوستراتيجي لنفسها ما يسمى بمحور المقاومة من أفغانستان إلى لبنان وسوريا حتى تصل يعني الترابط التجاري يصل بين أسواق أوروبا وأسواق شرق آسيا، هذا ما تريده الصين. فهذا هذه العقوبات السطحية أنا هكذا لن تردع الصين أبدا، والصين ستواصل بسياستها لدعم هذه الجماعات المتشددة والمتطرفة في إيران وأفغانستان والميليشيات الموالية لإيران. يعني لاحظنا في العراق الآن هذه الميليشيات تتغنى بالصين وتعقد عقود مع الصين وتتفاخر بعلاقاتها مع الصين وكذلك العملية السياسية في العراق التي هي امتداد للعملية الإيرانية، يعني هكذا يمكن نصف العملية السياسية في العراق. صح. طيب بالمقابل أيضا يعني العقوبات الأمريكية أو العقوبات الأمريكية النظام الإيراني يتحداها ويعرض الكاميرات الصينية ويقول نستخدم هذه الكاميرات للتعرف على وجوه المتظاهرين، ما الرسالة التي أرادها أو أرادها النظام الإيراني من عرض وكشف وهذه الأدلة ضد المتظاهرين؟ يعني في البداية هذه رسالة إلى داخل الولايات المتحدة، لأن هناك أجنحة داخل الولايات المتحدة منها اللوبي الصهيوني يريد إعادة الاتفاق النووي مع إيران، وعلى رأسهم روكفيلر وجورج سوروس، وهذا معلن على صحيفة واشنطن إكزامينر، أعلنت تفاصيل اجتماع سري في بيت روكفيلر في نيويورك جمع لوبي إيران في الولايات المتحدة الذي يعرف باسم نايك، منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة المجتمعات المفتوحة التابعة لجورج سوروس، وبعض المشرعين الديمقراطيين اجتمعوا في بيت روكفيلر وهو معروف من كبار اللوبي الصهيونية في الولايات المتحدة لإحياء العلاقات الأمريكية مع إيران تسمى بالاتفاق النووي. فإيران الآن تغازل هذا الجانب وتقول أنه إن لم تنفتحوا علي أنا لدي خيار أن أذهب إلى الصين، ونعلم أن هناك صراع صيني أمريكي. فهذه اللعبة الآن تقوم بها إيران، رسالتها أكثر إلى الخارج وليس إلى الداخل، إلى الولايات المتحدة. وتغازل لوبي الصهيوني حتى يساعدها ويخرجها من أزمتها الحالية. في سؤال أخير وسريعا، كيف سيكون وقع هذه الرسالة على الداخل إذا الداخل الإيراني إذا كان المتظاهرين يكشفون ويرصدون بهذه الكاميرات الذكية؟ يعني الموضوع في إيران بالنسبة للمواطن وصل إلى حد لا يمكن تحمله. يعني المشكلة الآن في إيران هي ليست مشكلة حريات فقط، يعني حريات سياسية أو ثقافية، مشكلة معيشة. المواطن يصرف أكثر من 70% من راتبه على الأكل فقط، على الطعام، وهذا لا يعقل. هذه الكم النسبة الهائلة من الأموال المواطن يجنيها ويصرفها على أن يشبع فقط. فهذه الإشكالية إيران لا تستطيع أن حلها على المدى القصير، وهذه الاحتجاجات ستعود لأسباب أخرى أو لأحداث أخرى سنشهدها في إيران قريبا. من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي، شكرا جزيلا لك.